الثلاثاء الكبير دائما ما كان كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وله تاريخ طويل في المنافسة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. في الثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة في العادة من يحصل على ترشيح حزبه في هذا اليوم يفوز بالترشح لانتخابات الرئاسة، لكن مرة واحدة فقط حدث العكس. في عام 1984 السيناتور الديمقراطي غاري هارت فاز بسبع ولايات من بين تسع ولايات، لكنه خسر الترشح لاحقاً أمام والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في هذا الوقت، وهو الرئيس جيمي كارتر. المناظرة بين الجانبين بالمناسبة آنذاك وصفتها الصحافة الأمريكية بأنها واحدة من أكثر المناظرات الانتخابية إمتاعاً في التاريخ فيما يتعلق بالحملات الانتخابية في الولايات المتحدة. ماذا عن السبب؟ السبب نتابعه سوياً في هذا المقطع القادم. 90% of the new jobs in this society have come from small businesses, and I think the dedication of the Democratic Party to minority people in the South and elsewhere shouldn't just be jobs. It should be the opportunity to own and operate businesses that create jobs. Glenn, can I respond to that? Well, we'll come back to you. Let some of the others. What's new about coming out from entrepreneurs? You know. When I hear your new ideas, I'm reminded of that ad. Where's the beef? Yeah.